ما قلتليش بقى ايه اللي خلاك تسلمي ابوكي؟ عشان عايزه اشوف الطريق صح. امال ليه شايف على وشك عكس كلامك؟ عشان في الاخر ده ابويا. هو انت متعوده لما تعملي حاجه صح تندمي عليها؟ ايا كان صح ولا غلط ده في الاخر ابويا. يلا انا عايزه امشي. استني بس، انا مش قصدي طبعا اللي انت فهمتيه، احساسك بالذنب طبيعي، بس كل اللي عايز اقوله لك ان المستندات اللي انت قدمتيها للنيابه دي ادفع حاجه ممكن يتحاسب عليها هارون الملكي، لان اللي هتكتشفيه بعد كده صعب قوي. وانت المفروض كده يعني بتطمني ولا بتضايقني اكتر؟ مش فاهم. والله لو غرضك بقى من اللي انت عملتيه انك تعرفي الحقيقه والغلطان يتحاسب، كلامي مش هيضايقك. يا ترى بتتعامل مع صاحبك ومراته بنفس المنطق؟ لو انا اللي بحكم في القضيه دي واكتشفت ان هما اللي قتلوا نور وشريف، انا اللي هحكم عليهم بالاداب وبنفسي. طيب اشوفك في المحكمه.